أوروسكوب مع داليا. بونجور أصدقائي المستمعين. بيقولوا العلماء أنه استراتيجية الميزان مبنية على الوزن الأثقل، فإذا زاد الوزن بإحدى الجهتين مالت للأسفل. وبالطبع النجاح ما بيختلف، فكل ما زاد إصرارك وجهودك للمثابرة والتقدم كل ما قربت أكثر من مبتغاك. وبضيف بالكوسبي، يجب أن يكون لديك الرغبة بتحقيق النجاح، وعليها أن تكون أكبر من خوفك من الفشل لكي تتألق. أما هلأ فمننتقل للأبراج، والبداية مع برج الحمل. تبتسم لك الأقدار وبتستقطب بعض الفرص المالية، وبتحصل على وعود جديدة بتتضمن توجهات مختلفة. ببشرك الفلك بتطور سعيد بحياتك العائلية، يعني من الممكن أنك تسمع فرحة وزلغوطة قريبة. برج الثور. تتحرك الكواكب ببرجك بطريقة بتنعشك وبتأتيك بالحلول، وبتشير لفرص جديدة وانفتاح على الصعيد المهني. تزدهر العلاقات العاطفية، وبيشوفك اللي حولك مشرق ومتألق مثل العادة، وابتسامتك العريضة مزينة وجهك. برج الجوزاء. تتحرر من قيود ماضية وبتتزود بجناحين بتحلق فيهم لتبلغ قمة النجاحات على الصعيد المهني. إلا أن الوضع العائلي بيتطلب منك وقت ونفس طويل لإيجاد بعض الحلول واتخاذ القرارات المناسبة. برج السرطان. تنفتح أمامك فرصة جديدة بتتبلور بطريقة أوضح اليوم، وبيكون عليك تجنب التسرع بقراراتك. بتكون هادي ومرهف الإحساس، وقادر على استيعاب الحبيب وتفهمه من دون ما يحتاج للكلام، يعني ببساطة على الطاير. برج الأسد. بتقرر الاستثمار بمشروع جديد من الممكن أنه يترجم ببيع أو شراء منزل أو عقار جديد. ما تستبق الأمور مع الحبيب، أعطيه وقته الكافي ليقدر ياخد القرار المناسب، ولا يبقى الحب سيد العلاقة. برج العذراء. تبدو اليوم مصر على إتمام عمل بتواجه وبتحارب للحصول عليه. برافو، لأنه ما في شي بيحصل بالسهل. تسمع جواب حلو من الحبيب، وبتتلقى خبر إلك فترة عم تترقبه، وبتشهد الحياة العائلية إشراق كبير. برج الميزان. حان الوقت لتحديد الخيارات وحسم الأمور على الصعيد المهني، فببعض الأحيان التأخير بيخليك مكانك راوح. بيتحمل الشريك تبعات تصرفاته الغريبة بالآونة الأخيرة، وبيبادر لشرح ظروفه، وبتعود الأمور لمجرية الطبيعية قريبا. برج العقرب. بتقدم لمنافسيك مشروع متكامل، وبتتمكن من إقناعهم بأفكارك المميزة والبراقة. بيسعى العازب للاستقرار، حيث أنه بيكون أكثر السبل راحة بحياتك العاطفية وأكثر نجاح بهالفترة. برج القوس. بتحاول الاستفادة من الفرص المتاحة أمامك على الصعيد المهني قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها. ابتعد عن الشك بالحبيب، لأنه أي خطوة ناقصة بتسيء لهالعلاقة الحلوة، وقدم له هدية الثقة اللي ما بتتقدر بثمن. برج الجدي. تتعرف على أوساط مفيدة وجديدة، وبتلاقي الأشخاص الهادين والعذبين. بينصحك الفلك بعدم المزج بين العمل والعواطف. بيبتسم لك الفلك من الناحية العاطفية، سواء إذا كنت عازب أو مرتبط. كل ما عليك فتح ذراعيك لجذب كل الأمور الإيجابية من الكون. برج الدلو. وأخيراً بتاخد القرار بالحد من التوتر اللي تعبك على الصعيد المهني، وبتثابر وبتقوم بأعمالك على أكمل وجه مثل العادة. قلبك دقاته متقطعة، وكأنك عم تتقرب من الشريك وسرعان ما بتبتعد عنه، والسبب بيعود للضغوطات الموجودة عليك. برج الحوت. تسرق الأضواء وين ما حللت اليوم، وبتبهر اللي حولك بقدراتك وأفكارك المميزة. عاطفياً بتعيش شهر عسل جديد إذا قررت الابتعاد عن النق والتغاضي عن الأخطاء العابرة. مع برج الحوت منكون وصلنا لختام فقرتنا لليوم. أنا بدي أتمنى لكم ويك أند كتير سعيد، على أمل أنه نتلاقى نهار التنين بتمام الساعة 9، فكونوا على الموعد. أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.